بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا الله بالصف الثاني الثانوي على قناة مستر أستاذ شرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معاك في حالة الأداء المنهجي بتاعك لعام 2022 من كتاب جيم لعام 2022. إن شاء الله النهاردة هنبدأ الوحدة رقم 3، الدرس 1 و2، نشتغل الفوكابلري بتاعها إن شاء الله بداية من صفحة 134. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ. أول جملة في الشروط بتقول لك The COVID-19 pandemic proved the importance of، اللي هي المعنى الحرفي ليها وباء، وباء كورونا 19، و19 دي رمز السنه اللي هي ظهر فيها هذا الوباء. بيقول لك اثبت اهميه ايه بقى فراغ، تو بروفايد فود، لتوفير الطعام، فور بيبل للناس، اف اكسبورتس وير ستوبد اور ديلايد، لو تم توقف التصدير او حتى تاجل. يا ترى فيشنج اللي هو الصيد، والاجريكلتشر اللي هي الزراعه، والانفنشن بمعنى اختراع، ولا ريسيرشنج اللي هو البحث. اكيد طبعا بان احنا بنتكلم عن طعام واكل وحاجات كده للناس، يبقى ايه اللي ليه علاقه بالحكايه دي؟ اجريكلتشر، اهميه الزراعه. اجابه صحيحه في جمله رقم 1. قدام بيقول لك فيها cotton has always been an important، القطن طول عمره مهم. ايه هو اللي مهم؟ in Egypt for a long time، في مصر ولفترة طويلة. discovery اكتشاف، drop بمعنى قطرة من اي شيء سائل، ولا crop محصول، ولا exploration استكشاف، القطن ده محصول يبقى هنقول له crop. اجابة صحيحة في جملة رقم 2. ثلاثة بقول لك فيها the government hopes to achieve، الحكومة تأمل في انجاز او تحقيق ايه وجاية فراغ، economic growth. economic growth معناها نمو اقتصادي، which can eventually lead to prosperity، والذي يؤدي في النهاية إلى الرخاء. الحكومة عايزة إيه بقى economic growth؟ sustainable مستدام، ولا avoidable يمكن تجنبه، ولا unreliable غير واقعي وغير مصدق وغير حقيقي، ولا unavailable بمعنى غير متاح. لا، الحكومة عايزة تعمل حاجة اسمها sustainable economic growth اللي هي المعنى الحرفي ليها تنمية اقتصادية مستدامة. Sustainable إجابة وحيدة صحيحة في جملة رقم 3. طيب نروح لجملة رقم 4 اللي بيقول لك فيها Students are offered a wide، الطلبة بيعرض ليهم وايد. كلمة وايد بمعنى متسع أو عريض. إيه بقى؟ Of courses من المقررات in languages في اللغات، and computer software وبرمجة الحاسب الآلي أو برامج الحاسب الآلي، in this training center في هذا المركز التدريبي. team فريق، mixture خليط، region بمعنى منطقة أو إقليم، و variety بمعنى تنوع. أنا هاخد variety بمعنى تنوع لأن هي التي تلائم كلمة courses. variety of courses بمعنى مجموعة من الكورسات المتنوعة، وكمان جاي معاها كلمة وايد بمعنى عريض أو متسع، يعني كم هائل من المقررات اللي متخصصة في اللغة والبرمجة بتاعة الكمبيوتر وبرامجه للتشغيل. variety إجابة صحيحة في جملة رقم 4. 5 بقول لك فيها a network of wind turbines، شبكة عمل من إيه بقى؟ من توربينات الهواء. where build تم تشييدها in the area في المنطقة، to supply it with لكي تزودها أو تمدها بإيه بقى؟ power بمعنى طاقة. electric كهربي، ولا electronic إلكتروني، طبعا إلكتروني اللي هي ما له علاقة بالإلكترونيات والحاجات دي، ولا updated بمعنى محدث يعني تم تحديثه زي برامج تشغيل أي شيء، برامج تشغيل الموبايل الكمبيوتر وما إلى ذلك، ولا ذيك بمعنى غامض. لا، التوربينات بتاعت الريح دي بتديني electric كهربي، ودي كلمة power بمعنى طاقة. تكمل معايا إجابتنا الوحيدة الصحيحة في جملة رقم 5 electric كهربي. 6 بقول لك فيها the government is making great efforts to encourage، الحكومة بتبذل جهود عظيمة لتشجيع ايه؟ in industry في الصناعة. excitement الإثارة، loss الخسارة، redundancy اللي هي البطالة ان الحد يتفصل من عمله يعني، ولا innovation التجديد والتحديث والابتكار. لا، الحكومة بتعمل innovation تجديد وابتكار وتحديث. innovation إجابتنا الوحيدة الصحيحة في جملة رقم 6. 7 بقول لك فيها science fear that، العلماء بيخشوا ايه؟ there won't be، مش هيكون much land، المزيد من الارض available متاحة for food للطعام وجاي فراغ.
in the future في المستقبل. طيب affection بمعنى عاطفة، intention بمعنى نية، production بمعنى انتاج، وانسبكشن بمعنى تفتيش. طب العلماء خايفين من ايه له علاقة بالطعام انه ما يبقاش متاح في المستقبل؟ production، food production بمعنى انتاج الطعام، production بمعنى انتاج. اجابتنا راح صحيحة في جملة رقم 7. طب نحرك الشاشة لفوق شوية عشان نشوف جملة رقم 8 وتبقى واضحة قدامك. بقول لك فيها the president has announced a plan of great national projects، الرئيس اللي هو رئيس الدولة طبعا اعلن عن خطة لمشروعات قومية عظيمة. which can، والتي يمكنها ايه بقى؟ جاء فراغ thousands of jobs، الالاف من الوظائف. الخطة بتاعت المشروعات دي تعمل ايه للوظائف؟ explore يستكشف، end ينهي، waste يهدر، ولا كرييت يخلق. هي دي كرييت يخلق، لان لما يكون في مشروعات قومية عظيمة بتخلق فرص عمل. تسعة بقول لك فيها the water the factory is heated using، ماء المصنع بيتم تسخينه باستخدام ايه؟ from the sun من الشمس. ايه؟ اتوم ذرة، رياكتور مفاعل اللي هو زي المفاعلات النووية والحاجات دي زي كده، ولا انرجي طاقة، ولا ويند ريح. اللي بيجينا من الشمس يا شباب انرجي، بيجيني منها طاقة. اجابتنا في جملة رقم 9. عشرة اللي فيها the test will، الامتحان سوف كذا، answering questions، إجابة أسئلة، about a photograph، إجابة أسئلة عن صورة. طيب consist بمعنى يتكون من، examine يفحص، involve يتضمن على أو يشتمل على، ولا result. مين فيهم بقى؟ بص كده في الجملة بتاعتك، الامتحان هيكون كذا، إجابة أسئلة. طب consist يتكون لما تكون بتتكلم عن أشياء بتتكون منها شيء، زي مثلا حجرة، والحجرة تتكون من نافذة وباب وما اعرفش. طب اكزامن يفحص، طب هو يفحص ويجاوب، يفحص اجابة اسئلة، ولا انفولف بمعنى يتضمن على او يشتمل. هي دي انفولف بمعنى يتضمن على او يشتمل. اجابة صحيحة في جملة رقم 10. حتى بقول لك فيها دي كوفيد 19 بانديميك، اللي هي والعياذ بالله وباء الكورونا، واللي زي ما قلنا 19 دي ترمز السنة اللي ظهر فيها. هاد له او ان، وجاء فرق انفرنس بمعنى تاثير، اون انترناشونال تريد، على التجاره العالميه او الدوليه، ويتش والذي واز ديكريزد جريتلي، والذي تناقص بالتدريج. جريتلي عفوا، جريتلي بمعنى بدرجه عظيمه وليس بالتدريج. طيب يا ترى بوزيتيف ايجابي، ولا نيجاتيف سلبي، ولا امبرسيف مؤثر، ولا اوبرسيف في ضغط واجبار وحاجات زي كده؟ لا، هو كان ليه نيجاتيف سلبي، عشان بمعنى جملة على بعضها ان وباء كورونا رقم اللي هو واخد رمز السنة بتاعته 19 كان له تأثير سلبي جدا على التجارة الدولية، تمام، وده بدأ يتزايد بدرجة كبيرة جدا. جريتلي قلنا بمعنى بدرجة كبيرة جدا او عظيمة جدا، نيجاتيف بمعنى سلبي. اجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 11. طيب نروح لجملة رقم 12، ومنها كمان نشوف رقم الصفحة بتاعتنا. جاب لك ا، وبعد كده جايب ا تاني، المفروض ان هنا دي تكون ان، يبقى كده المفروض ا او ان، ماشي، مش معقول هيكون في اتنين ا ورا بعض كده. بيكمل بفراغ is a person who studies something carefully، وهو الشخص الذي يدرس شيء بعناية، and tries to discover، وبيحاول انه يكتشف new facts about it، حقائق جديدة تخصه. graduate بمعنى خريج، explorer مستكشف، researcher باحث، وconductor، conductor تنفع مؤلف موسيقي وعازف موسيقي، وتنفع اللي هو الشخص اللي بيجمع التذاكر في الاتوبيس والحاجات دي زي كده. طب مين ده اللي بيهتم بدراسة الاشياء وبعناية عشان يكتشف مع مجموعة الحقائق عنها؟ ده اللي بنسميه researcher، الباحث، ده هو اللي بيهتم بالدراسة واستخراج المعلومات وجمعها والحاجات دي. تطش بقولك فيها the company decided that، الشركة قررت اني 2% of its profit، 2% من الارباح بتاعتها goes to the، تذهب لايه؟ for cancer patients، لمرضى اللي هو السرطان والعياذ بالله. ايه؟ newspaper، جرايد، station محطة، shop محل، ولا charity مؤسسة خيرية؟ هنقول charity مؤسسة خيرية. اجابتنا في جملة رقم 13، الشركة قررت ان 2% من ارباحها تذهب للمؤسسات الخيرية لمرضى السرطان والعياذ بالله، ربنا يعافينا جميعا.
14 بيقول لك فيها we should make more and more efforts to، يجب علينا أن نبذل المزيد والمزيد من الجهود to A لكي A money المال for our new project لمشروعنا الجديد. spend بمعنى يصرف، attribute save waste. طب احنا عايزين نوفر فلوس، تمام، بما ان هو الحكايه لها علاقه بالمال يبقى سيف ماني، احنا عايزين نوفر مال او الكثير من المال، تمام، علشان نعمل بيها ايه مشروعات جديده. سيف بمعنى يوفر، اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 14. نروح لصفحه 135 عشان نكمل. على 135 بدايه الجمله رقم 15 بيقول لك فيها Science are working hard to find new. العلماء بيعملوا وبجد لكي يجدوا ايه الجديد اللي عايزين يلاقوه. For our environmental problems لمشكلاتنا البيئية. Solutions حلول، ولا causes أسباب، ولا designs تصاميم، ولا plots، plots اللي هي قطع أرض وتنفع حبكة بتاعت أعمال درامية وما إلى ذلك. طيب الـ environmental problems المشكلات البيئية محتاجة solutions، محتاجة حلول. إجابتنا في الجملة رقم 16 بقول لك فيها when we cut down rainforest، عندما نقوم بقطع الأشجار في الغابات المطيرة. some of the animal habitats، بعض من مواطن الحيوانات الموجودة فيها طبعا are totally، بيحصل لها ايه بدرجة كاملة، ايه constructed بيتم تشييدها، ولا placed بمعنى وضع شيء في مكان، ولا designed صمموا ده بشكل الماضي، كلهم طبعا في شكل الماضي، ولا destroyed تم تدميرها. هي دي totally، ادي كلمة totally فوق اهي، ودي destroy بيتم تدميرها تدمير تام او كامل. طب نروح للعنوان الجديد اللي هو بيقول لك expressions idioms prepositions derivative synonyms and antonyms، اللي هي التعبيرات والمصطلحات واحرف الجر والمشتقات ومترادفات، وعندي متضادات، ودي مصطلحات كلها طبعا دي متضمنة عندك في الوحدة، مهمة جدا جدا حفظها لانه بيساعد في حل هذا النوع من التدريبات. جملة 17 بيقول لك فيها some of the problems were mentioned in his report، بعض المشكلات تم ذكرها في تقريره، تمام. the word mention، كلمة mention اللي هي ذكر دي يعني ذكر الشيء، تمام، is similar to the word، تشابه مين في الكلمات اللي جاي، name بمعنى سمى اطلق اسم يعني، neglect تجاهل، ignore برضو معناها يتجاهل، و invent بمعنى يخترع. احنا قلنا mentioned معناها ذكر الشيء، ذكره يعني قاله قال كذا وكذا وكذا، يبقى هنا هو اللي يناسبها كلمة نيم، نيم بمعنى سمى، سمى يعني ايه؟ قال اسم الحاجة، قال كذا وكذا وكذا. 18 بيقول لك فيها cooperation and teamwork، التعاون والعمل الجماعي are two necessary qualities، حاجتين مهمين جدا ماشي أو ضروريتين جدا for the A and progress of any society، وتقدم أي مجتمع، ايه؟ succeed ينجح، ولا success نجاح، ولا سكسسفول ناجح، وده للشخص ممكن تكون العمل، ولا سكسسفولي اللي واخده شكل الظرف. فور ذا كذا يبقى سكسس، تمام، فور ذا ادي ذا اهي، فور ذا سكسس اند بروجريس اللي هي معنى نجاح وتقدم. سكسس بمعنى نجاح، اجابتنا الوحيده في الجمله رقم 18 وهي عباره عن اسم، لان السكسس ده النجاح اسم ليس صفه ليس فعل وما الى ذلك. 19 بقول لك فيها the population of Egypt increased، السكان في مصر او عدد السكان في مصر تزايد ايه about 2% last year، حوالي 2% العام الماضي. طيب increased هنا هو محتاجة وراها حرف جر علشان اكمل الكلام ده، نقول increased out ولا in ولا by ولا for، increased by اللي هي معناها بالعربي تزايد بنسبة، وبكمل هو جايب لك 2% لحد الاخر. عشان بقول لك فيها eating fast food will eventually have a bad، تناول طعام سريع سوف يؤدي في النهاية ايه الى ايه سيء، on your health على صحتك، affect يؤثر، ولا effect تأثير، ولا effective مؤثر، ولا affection عاطفة. يبقى ادي اباد دي صفة، يبقى اباد effect تأثير سيء، effect هنا هو طبعا تأتي بمعنى تأثير، وادي الصفة بتاعته ان هو سيء. وعشان بيقول لك فيها due to the COVID-19 pandemic، بسبب الكورونا والعياذ بالله اللي هو الوباء ده،
Online shopping is التسوق عبر الانترنت ماله بقى more money nowadays المزيد من المال في هذه الأيام A doing ولا printing ولا making ولا accepting انت عندك عندك مصطلح اسمه make money make money بمعنى يكون ثروة يعمل فلوس يعني تمام خلاص دي مصطلحات شباب make money إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 21 طب نروح ل 22 واللي بيقول لك فيها I decided to try tennis instead أنا قررت إن أنا ألعب تنس بدلا من إيه؟ فوليبول طبعا عايز حرف جر هنا أنا فوليبول إن ذا سبورتس كلاب في النادي الرياضي خد بالك من instead إيه حرف جر بتاع instead اللي هي معناها بدلا إيه حرف جر اللي يجي وراها instead in ولا at ولا of ولا for أنت عندك حاجة اسمها instead of اللي هي معناها بدلا من 23 بيقول لك فيها unfortunately لسوء الحظ as time passed بمرور الوقت things الاشياء ايه worse أسوأ in the shop في المحل until it was closed حتى تم غلقه طيب things ايه اللي ينفع معاها هنا هو مع الصفه صفه المقارنه worse ها things made worse ولا got worse ولا done ولا devised got worse عشان اقول لك الدنيا ساءت يعني بدات الدنيا تبقى مش كويسه واتلخبطت خالص كده مع اصحاب المحل لحد ما العز ولا قفلوه يبقى دي صياغه things got worse بمعنى الامور ساءت الامور ساءت 24 بيقول لك فيها success was achieved as a result of the good ايه النجاح تم انجازه كنتيجه ايه بقى اللي واخد صفه جود انا هو جود ايه of the new manager للمدير الجديد ها of the good ايه بقى organize ونظم ودافع organization تنظيم تمام وتنفع بمعنى منظمة organized منظم و disorganized بمعنى يسيء تنظيم طيب the good ايه بقى للمانجر الجديد ده the good organization التنظيم الجديد اللي عمله مدير الشركة ظبط الدنيا تاني وايه قدر يرجع بقى ايه الانجازات بتاعت الشركة تاني good organization بمعنى تنظيم جيد اجابتنا في جملة رقم 24 25 بيقول لك فيها the desired outcome بمعنى الناتج المرغوب فيه او المأمول زي ما بيقولوا of most services لمعظم الخدمات is a satisfied customer بمعنى زبون راضي يعني راضي عن اللي انت بتعمله ماشي the noun outcome احنا قلنا outcome بمعنى ناتج مالها دي بقى is an antenna مضاد انا عايز المضاد بتاعت ناتج ايه source بمعنى مصدر ولا result بمعنى نتيجة ولا explanation بمعنى شرح او تفسير ولا purpose بمعنى غرض مين فيهم اللي تناسبني وتكون مضاد لهذه الجملة احنا قلنا outcome بمعنى ناتج مين اللي هيكون بقى مضادها عكسها ايه الناتج بتاع الشيء هو اخر حاجه توصل لها اللي هو الشيء المستهدف في النهايه تمام عكسها ايه عكسها سورس مصدر الشيء سورس المصدر او المنبع اللي انت بتجيب منه تمام ده بيكون عكس الناتج اللي انت بتوصل اليه او المأمول او الشيء اللي هو بيجي في النهايه سورس بمعنى مصدر اجابه صحيحه في جمله 25 طيب احنا رفعنا الشاشة فوق شوية علشان نخبي كل اللي فوق ونظهر لك التدريب الجديد اللي هو جديد بالنسبة لإيه للتدريب ده يعني لكنه مش جديد عليك انت خلاص انت بقيت متعود على حكاية ان انت يبقى عندك جمل تختار لها اجابتين صحيحتين من الاختيارات المتاحة بقول لك the bomb destroyed the building القنبلة والعزوات دمرت المبنى ماشي the synonyms of the word destroy عايز مترادفات لكلمة destroy بمعنى يدمر او يحطم repair يصلح ولا construct يشيد ولا smash يحطم ولا devastate ولا touch هي دي smash بمعنى يحطم او يدمر و devastate نفس الكلام برضو بمعنى يدمر او يحطم devastate smash اجابتين صحيحتين في جمله رقم 26 27 بيقول لك فيها the market is full of farm fresh السوق مليان من ايه اللي طازه له علاقه بالفارم اللي هو المزرعه يعني
وجاء فراغ and the vegetables والخضروات are not very expensive today. والخضار كمان ايه مش غالي النهارده. طيب affection بمعنى عاطفه، produce بمعنى منتج، والمده بالذات المنتجات الزراعيه بالذات بنسميها produce. innovation بمعنى تجديد، protection بمعنى حمايه، وبرودكشن بمعنى انتاج. طب ايه اللي له علاقه بالفارم فريش كذا وفيجيتابلز؟ عندي كلمه بروديوس انا لسه قايل لك عليها من شويه بمعنى منتجات زراعيه، وده واحد مهم جدا من معانيه. طب ايه كمان له علاقه بالانتاج؟ كلمه برودكشن. يبقى دول الكلمتين المناسبتين في الفراغ اللي قدامي ينفع يكونوا اجابات. تمام يا جمله كده. There are no simple solutions، لا توجد حلول بسيطه او سهله. جاي في فراغ ذا بروبلم، المشكله of overpopulation اللي هي الزيادة السكانية او ايه ارتفاع عدد السكان. ايه بقى solutions؟ ده هي solutions. وايه بقى problem؟ ايه اللي ينفع معها؟ solutions to ولا in ولا at ولا for ولا by. حرفين جر ينفعوا، ينفع اقول solutions to وينفع اقول solutions for. ماشي، هما الاثنين بالعربي معناها حلول لي. 29 بيقول لك فيها the number of students at the college has، عدد الطلبة في الكلية has a from 2000 to over 5000، من 2000 ل 5000. طيب ايه؟ grown، نما، زاد، increased بنفس المعنى نما او زاد، ولا reduced قل، ولا decreased تناقص، ولا planted زرعة بعيدة خالص حكاية الزرع دي. طيب هناخد grown بمعنى نما او زاد، وزيها increased بمعنى نما او زاد، لانه كان 2000 بقى كام؟ بقى اكتر من 5000. تاتي بيقول لك فيها the new movie is supposed to be much better than the old one، الفيلم الجديد يفترض انه هيبقى افضل من القديم. But I can't see the difference، ولكن لا يمكنني ايه الاختلاف. يا ترى report بمعنى يذكر، ولا say بمعنى يقول، ولا tell بمعنى يخبر، ولا repeat بمعنى يكرر، ولا ask بمعنى يسأل. انا عندي كلمتين ينفعوا، say the difference و tell the difference. say the difference معناها يقول الفرق، وتيل بمعنى يخبر الفرق. بكده يكون انتهى تدريب الفوكابلري اللي جاي على الدرس 1 و2 من الوحدة 3، لكن لسه ان شاء الله لازال لدينا العديد والعديد من تدريبات المنهج بتاعك مع معلم خبير الانجليزية مستر استاذ عزت من مدرسة شيماء الثانوية البنت مها سوهاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.